رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل الإعلاني. رح نكون هلأ بفقرة سؤال الحكيم ومعي هون باستديو كمان الدكتور حنان جورية. مساء الخير دكتور. مساء النور، يا هلا. رح نكون بهيدي الفقرة عم نحكي أكثر عن صناعة الابتسامة. مثل ما بتعرف هلأ صارت ترند إنه الواحد يكون عم بيظبط أسنانه ويضحك، خاصة بظل تطور السوشيال ميديا والكل بينزل صور وعم يضحك وهيك. وأكيد كلنا بحاجة نكون عم نظبط أسناننا بالنهاية، صح، أكيد الواحد بحب يهتم بحاله ويكون عن جد بأحسن صورة. يلا. إذا ما نحكي أكثر عن شو أحسن طريقة لحتى نكون عم نعمل أجمل ابتسامة، شو هي الطرق برأيك؟ مثل ما انت بلشت الحكي، صيحات الموضة اليوم صار يجي لعنا المريض قبل ما يقلنا في سنة عم يوجعني، صار يجي يقول شفت الممثل فلان بدي مثل ابتسامته. طيب نحن هون بنبلش مع المريض انه طيب روق دقيقة، انه احنا اهم شيء نحافظ على سننا اول شيء قبل ما نقول بدنا نعمل ابتسامة. بدنا نساوي اكيد الجمال هو مطلب الكل هالايام، بس نحن اهم من صناعة ابتسامة هو انه احنا نصنع صحة فموية صحيحة بالاول. نحن بعد ما نحافظ على صحة الفم مثل ما هي، بقى بعدين ننتقل للمرحلة الثانية مع المريض انه اوكي بدك ابتسامة، احنا بنقدر نعطيك بأفضل طريقة ممكنة بس نحافظ على السن. ومن هيدي الطرق انا حسب ما سامع قبل انه صار الاغلبيه عم تتبع تقنيه الفينير، فشو فيك تعرفنا اكثر عن الفينير؟ شو هو الفينير؟ هو الترند حاليا مثل ما بيقولوا ايه ترند، بالسوشيال ميديا كل العالم تبع كله ترندي. فينير، هوليوود سمايل صح، هيك. هلا الفينير هو مثل العدسه نحن بنحطها على السن، يعني نحكي مصطلحات اليوم هيك مبسطه مشان اكيد نمشي. اوكي المشاهدين يكونوا عم يفهموها بطريقه. نحن الفينير هي عدسه نحن بنلصقها على السن، بس نحن قبل ما نحكي كيف نلصقها وشلون بنساوي هي المواضيع، نحن بنحكي اول شيء عن تشريح السن. اوكي تحت بس هيك نكون بالجو. نحن السن عنا اياه بتألف من شيء بنشوفه وشيء ما بنشوفه. اللي بنشوفه هو التاج، اللي ما بنشوفه هو الجزر. اوكي تاج السن بتألف من طبقات، عندنا اول طبقه هي المينا الانامل، تحتها العاج اللي هي الدنتين، بعدين هن هدول الطبقتين بحافظوا لنا على الكنز المدفون جواتهم اللي هو اهم شيء، هو لب السن اللي هو بيحتوي على العصب. نحن باي معالجه نقدمها اهم شيء عندنا واكثر شيء بنفكر فيه نحافظ على العصب حي للسن. طالما عصب السن حي فهو رح يخدم المريض اطول مده ممكنه. هلا الفينير لجأنا له لسبب واحد بس، انه او اذا فينا نقول عدد اسباب منها، انه هو اذا كان السن بحاجته فهو ما بنحتاج لازاده عصب السن، على عكس غير تقنيات معالجه ثانيه. اوكي، هلا نحن امتى بناخذ قرار اذا بنحط الفينير او ما بنحط الفينير؟ يعني شو بده يكون وضع السن تبع المريض، او هو بحق له مثلا ياخذ قرار انه انا اليوم رح ركب فينير او لا؟ مثلا انت شو دور الفينير صح هون صح بالتركيب؟ لا صاروا المرضى بيدوروا على عيادات، بيشوفوا كذا عياده، بياخذ بدور على بيعتبرها مثل انه رايح يعمل شعره صارت. انه طبعا مع احترامي لكل المهن، بس الفكره انه نحن اليوم لما نشتغل شيء صحي بالفم نحن ما فينا نحطه ونشيل ونبدل على كيفنا. نحن اذا حطينا الفينير اليوم ما فينا نجي بعدين نبدله، بس هو الاهم من كل هذا انه احنا ايمتى بدنا نحط الفينير. نحن اذا حطينا مثل بيجي المريض مثلا بده يكون عنده فراغات صغيره بين اسنانه بيقول لك حط لي فينير، طيب هون نحن فينا نلجا لغير معالجه هي المعالجه التقويميه. المعالجه التقويميه بقدر نسكر له فيها المسافات احسن ما نحط فينير واخسر طبقه من السن. او مثلا بيكون عنده نخور صغيره بيقول لك فينير، طيب لا انا هون فيني اعمل لك مثلا حشوه تجميليه، انا ما بحتاج اني انا اشيل طبقه كامله من السن. هون بقى احنا بلش ندخل مع المريض بجدال انه انت ما لك حاجه فينير، احنا فينا نعمل شيء ثاني ونحافظ على السن اكثر. بيقول لي فينير مو فينير، هون اوقات بيهربوا المرضى بيروحوا عند غيرنا، بس معلش. المهم هو انه نحن نقدر قد ما فينا نحافظ على الصحه الفمويه بالطريقه الصح. اكيد ضروري هيدا الشيء. هلا الفينير نحن بس نعتبر انه ركبناه خلص بطل فينا نشيله ابدا صح؟ بينشال، بس الفكره بتصير انه ما فيك ترجع السن، يعني أوكي. فيك تشيل الفينير تبدله، يعني اذا فيه مشكله صايره احنا فكينا فينا نبدل بفينير او نبدل عكرون، بس هو الاهم من هذا انه نحن اذا حطينا فينير ما عاد فينا نرجع السن. هي الفكره. وكيف بنقرر اذا عم نحط فينير او نحط كراون؟ هي كثير بيصير فيها لغط. الفينير هو مثل هون مبين معنا الصوره، هو تحضير كثير صغير من طبقه السن. اما الكراون فانا عم شيل كثير نسوج سنيه من السن. الفينير بيكون الاوبشن فيه انه هو بقدر انا احصل فيه على سماكه 0.3 ملم، يعني هي 3 دوزيم من التوفا دوزيم كثير 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 قليله، يعني هون ما بحتاج شيء كثير نسوج سنيه، على عكس الكراون. اذا بدنا نحط كراون فهو احنا بنكون
عم نزيد كثير من طبقات السن، بالاضافه انه انا بدي احتاج لازاله العصب لما بدي اركب كراون، فبلجا للكراون لما يكون عندي تهدم واسع بالنسج السنيه، او اذا انا عندي اضطرار انه انا بدي اعدل كثير على شكل السن، فهون انا بلجا للكراون لانه الفينير ما بيعطيني كثير اريحيه بالتعديل على الشكل، بيعطيني تعديل على اللون اكثر. اوكي، ومين بيختار اللون؟ اللون هو بيكون مثل نقاش بيني وبين المريض، اكيد راي المريض كثير بيكون مهم باللون لانه هو اللي حيرافقه كل حياته، وانا بقدر اعطيه مثلا مثل الاوبشن انه مثلا نحن بناخذ من لون البشره، انا بياض السن لازم يكون متناظر شوي مع بياض العين متوافق معه، بقدر هون بس اعطي راي، بس هو الراي النهائي باللون واغلبها بيكون للمريض لانه اكيد هو بده ينقش ويبين بوجهه، يعني بالنهايه هي ابتسامته بدها تروح. وفي اكيد بس كمان نظره الحكيم، يعني هو شو عم بيقرر، هي قلت لك بدها تصير بالاتفاقيه بيني وبين حتى المساعده بتكون معنا اسيستنت، هي كمان بتعطي رايها بالموضوع انه هي بالنهايه كمان، يعني بس مشكله كل ما تعددوا الاراء كل ما كبرت صارت صعبه على المريض. صح. نحن عندنا نوعين من الالوان، في الالوان الطبيعيه اللي هي اي بي سي، وعندنا الالوان الثانيه اللي هي اخترعوها، يعني هي صيحات الفينير اجت معها، هي البليتش. البليتش هي بتحسها 100% انه هي فيك، بس أوكي. في ناس بتحبها، هي بيجي فيها طبقه من الزرق اذا بتلاحظها. وبيتغير شيء لونها مع الوقت؟ الفينير ما بتغير لونه لا، بس ممكن اذا عندك انت في مثلا مو حاطط على كل الاسنان فينيرات، فهون بصير بتبين انه في اسنان في اسنان صار لونه، فهون بصير بيقول لك المريض زد لي قطع. هي مشكلته. طيب هي كيف بتصير خطه المعالجه او شو البروسيدجر اللي بيصير لحتى تركب الفينير؟ هلا هي باول زياره للمريض نحن دغري بنلجا للاكس راي، صوره بانوراما. اكس راي. أوكي. لما يجي المريض مع الاكس راي تبعه بانوراما، نحن هون بقى بنعمل معالجه، عفوا فحص، الفحص بيكون سريري وبترافق معه فحص الشعاعي اللي هن ذات الاهميه. بعد ما انا افحص الاسنان ونشوف وين المشكله، وين الضرر ونعالجه، بقى بنرجع للموضوع الثاني بايدي المريض انه انا ما عاد عندي مشاكل، انا صار بقى بدي السمارت ديزاين. فهون ناخذ بقى بنفوت بمراحل ثانيه من العمل، اولتها بتكون صور الفوتوغراف، صور طبيعية للمريض أثناء ابتسامته، البروفيل تبع الوش، مع ناخذ كمان انترا اورال سكان، ناخذ قبل كانت الطبعات، بس الحلو انه طب الاسنان عم يتطور، كل شيء عم يتطور اكيد، خاصة بموضوع الصور وشوفي تقنيات جديدة كله عم يتطور. هذا الشيء بيزيد علينا انه احنا ما بقى نقبل باقل نسبة خطأ ممكنة بالشغل، نحن لازم نقدم نحاول نسعى لل 100% نجاح بالحالة. بعد ما اخذ انترا اورال سكان مع الصور الفوتوغراف ويكون عندي الاكس راي تبع المريض، فانا هون كلهم بينزلوا على الفايل تبعه على الكمبيوتر. بلش بقى بالسمارت ديزاين اني اصمم له الابتسامه واعطيه الشكل اللي هو بيناسبه. اول شيء بحط الخطوات اللي انا بدي اياها، بعدين هون بشارك المريض الراي، انه احنا حنحط هذا الشكل، انت عاجبك مو عاجبك. سابقا كانوا يوعوا بمشاكل، بعد ما يركبوا يقول لك المريض ما عجبني، ترجع تفك تبدل، هلا احنا لا، بيشوف المريض كل شيء على الكمبيوتر، حتى ممكن نحن نركب له شيء مؤقت يشوفه بالتم هي الابتسامه حتكون هيك عجبتك يغيره. حلو. عجبتك عجبتني ببلش، قبل هيك ما ببلش، حتى ما ببرد ولا شيء من الاسنان، ما بحضر شيء من الاسنان قبل ما يكون هو شايف كل شيء وهو قبلان. بعد ما يقبل كل شيء احنا هون بقى بنبلش بالمراحل اللي هي السريريه، الشغل السريري. اوكي، وكيف بتصير التركيبه، يعني كيف بتركبوا هول الاسنان على صح. المريض؟ نحن قلنا الفينير هو مينيموم بسماكه 0.3 ملم، فهي السماكه نحن حتى نحطها على السن ما فيني الزقها بدون ما اكون انا شايل من السن، لهي تحضير اصغر نحن بنقول له، بس هو بالنهايه اسمه تحضير. فانا ببرد طبقه من المينا، اهم شيء الفينير ما يلزق على العاج الدنتين، لازم يلزق على المينا، لانه الكثافه مثل ما بيقولوا نقولها مبسطه، تركيبه المينا هي بتحتوي على 96% من المواد المعدنيه. أوكي. فهي بتساعد على الصاق الفينير عليها، اذا لزقنا على العاج هو حيكون اقل ارتباطه بالمينا اعلى بكثير، فبس نحافظ على التحضير الاصغر مثل ما قلنا. هذا الشيء بيساعدنا فيه كمان التطور اللي هو صار، نحن بنشتغل على الميكروسكوب بنشوف بتكبير كثير عالي عن العين المجرده، فهم بيبين معنا تحضير اكثر. بعد ما حضرنا ناخذ انترا اورال سكان مره ثانيه وبنرجع نبعث للمخبر. هون بس فرق عن السكان الاول والسكان الثاني، السكان الاول هو كان للاسنان الطبيعيه للمريض، احنا منا قدرنا نعمل الخطه ومنا قدرنا نحضر له التعويض المؤقت، يعني كنا عم نشوفه كيف عم يتطوروا هول السنان، كيف صح. عم يتغير شكلهم لحتى يجي وقت التركيب تبع 100%. احنا هون شفنا شو لازم نشيل سماكات من السن على الدراسه اللي احنا عاملينها قبل، ونحن اخذنا السكان الثاني كرمال ينصنع الفينير، اما السكان الاول كرمال الدراسه
كرمال يتحضر التعويض المؤقت للمريض. المريض بس يفوت لعندي على العياده ما فيه يطلع اسنانه مبروده، لازم يكون في عنده تعويض مؤقت اكيد بيحمي له اسنانه وبيحافظ له ابتسامته. حلو. طيب شو معقول نواجه نحن صعوبات او سلبيات او مشاكل خلال تركيب الفينير؟ الفينير من مثل ما بيقولوا الصعوبات تبعه هي انه نحن كثير السماكه رقيقه، فهي العين مجرده ما عم تشوف. نحن اذا ما عندنا مايكروسكوب بالكلينيك تبعنا هو كثير صعوبه. فنحن لما نركب الفينير اذا زايد شوي سماكه عن الجزر، يعني ما في تمادي بين الجزر والفينير، فهو ممكن يحشي اكل فضلات طعام. اوكي. فهي الشغله بتعمل اول شيء التهاب لسه، ثاني شيء بتعمل ريحه كثير سيئه للمريض. في عندنا مشاكل ثانيه بنلاقيها اوقات، بيجي المريض لعنا على العياده اول كلمه بيقولها في شيء مو مريحني، بيعمل بايده هيك انه بده يحك، بده يفركهم، بده يعمل اي شيء انه هن مزعوج منه. هون نحن اغلب الاحيان بتكون بعد الفحص انه بنلاقي بقايا الالصاق اللي هو صاير للفينير، هو انه لساته موجود، وكثير صعب تكون هي المرحله ازالته، لانه هو الازاله الافضل بتكون من الطبيب اللي الصق. في مشاكل ثانيه بنعاني منها هي مشاكل بالحساسيه، الحساسيه العاليه اللي بتصير بعد تركيب الفينير، لانه احنا هون مثل ما قلنا حافظنا على لب السنحي، فنحن على مراحل التحضير البرد والايتشنج اللي هي التخريش الحمضي والالصاق وهول المواضيع كلها، هي عم تغير من التركيبات المعدنيه بالسن. فهي التركيبات ممكن مع ماده الالصاق اللي بتنحط تعمل لنا حساسيه. هلا من اسبوع من رقبه لشهر كفولو اب هو مقبول اذا راحت، اذا تطورت اكثر بكون في مشكله كانت صايره مع الطبيب، محضر زياده او حاطط ايتشنج زياده، حمض زياده، هذا الشيء بياثر ان الحساسيه ما تروح. للاسف نضطر نلجا هون للمعالجه هي الصحبه العصبيه هي الاندو. اوكي. وبصير مضطرين نرجع نفك الفينير ولا خلص بطل ينفك؟ هلا اذا في مشكله بالصاق الفينير، انه هو طبقه الفينير زايده عن السن، فهي في فضلات اكل وهيك، هون نحن بحاجه نزيد السن. أوكي. نزيد سوري الفينير، وفي له تكنيك معين بازالته مشان ما ياذي كمان النسوج السنيه اللي تحته. اما اذا كانت المشكله فقط حساسيه والفينير متمادي ونحن فحصنا 100% ما في اي مشكله بالالصاق الفينير غير انه هو بس عم يعمل حساسيه، نحن هون فينا نحافظ على الفينير وبنتدخل على ازاله العصب. انت بتنصح الاشخاص يكونوا عم بيركبوا فينير على طول، هيدي يتبعوا هيدي الطريقه؟ هي ما فيك تعمم بقانون واحد انه ننصح فيها ولا لا. في مرضى بيكون صاير معه مثلا كسور بالاسنان، متعرضه لحادث سياره، هو صغير، في كثير هدول بيجوا، هون ما فيك تقول للمريض لا خلي ابتسامتك سيئه او انه الفينير سيء، بالعكس نحن هون بنحاول نعطيه احسن نتيجه ونوصله لافضل حل. بالنهايه هو الابتسامه انه مثل مرايه قدام اللي قاعد ما بيدك. وفي كمان مرضى تانية بيكون عندك انه هن عندهم نخور صغيره، بدلوا الحشوه كبرت، بدلوا الحشوه اكثر رجعت كبرت. فتبديل الحشوات هذا بصير خصوصي بالاسنان الاماميه، هو بيتعرض لانه بتضل تنفك تتبدل كذا، هون كل سنه سنتين هو عم يزورك المريض، فهو ما انه مرتاح، يعني بالنهايه المريض اخر شيء بحبه يروح هو عنده دكتور الاسنان. فانت لا هون بتصير بقى مضطر تعطيه اوبشن الفينير، اللي هو كمان ما انه نهائي انه للابد بيروح معه، بس هو بيخدمه 10 12 سنه، اكيد افضل له المريض من انه يجي عندك كل سنه يبدل حشوه صغيره على سن قدام. هو كثير بيزعجوا على النظر وعلى الابتسامه، بتلاقي بيخبوا اسنانهم بيصيروا منه. مزبوط، بيصيروا بس عم يضحكوا عم يخبوا اسنانهم لا مستحيين فيهم 100%. بالوقت الفينير عم بحل لهم هيدي المشكله صح على وقت طويل، اذا عم تقول لي 10 او 12 سنه صح. يعني يعتبر صح. عن جد وقت، وبتكون اكيد بهال 10 سنين تطورت القصص اكثر، يمكن صار في قصص هي كل يعني خايف بالمقابل يكون نزل شيء جديد، قد ما انه موضوع التطور بالطب الاسنان والديجيتال كثير صاير اخذ نحو كثير سريع. يمكن بكل شيء تقريبا التطور عن جد عم يلعب دوره، انه ما فيك تضمن شيء شو معقول يكون فيه بكره، لانه كل شيء عم يتغير، كل شيء عم يتطور. نحن هلا عم نحكي القصص مثل ما هي هلا موجوده مثل ما هلا، هي افضل تقنيات هلا متوصلين لطب الاسنان. حلو. طيب هيدي تقنيه الفينير قد ايه بتاخذ وقت تركيب؟ يعني قد ايه اذا اجى المريض تنعتبر لعندك اليوم، قد ايه بده وقت لحتى يكون خلص العلاج تبعه؟ نحن من بعد ما نوصل للخطه، يعني اول زياره هي بتكون فحص، هلا احنا ما حنحكي اي شيء معالجات قبل، نحن ما بنبلش بالفينير قبل ما ننهي اي معالجات ثانيه، سواء نخور، سواء مشاكل لثويه، سواء اي مشكله ثانيه، احنا خلصنا كل شيء معالجاتنا والمريض جاي بصحه فمويه ممتازه، جاي لعندك قلك بدي فينير. يعني لازم يكون اسنان ردي على الاخر، ما في مشاكل لا نحن بنعالج كل شيء بعدين بنبلش بالامور حتى لو في محل مثلا في فراغات بالاسنان، اذا قلت لك هي بدها تندرس، اذا الفراغات وحسب عمر المريض بيساعد ان انا سكرها تقويميا وانا ما الجا للفينير، اكيد بالتقويم افضل. وهون بقى بتساعدوا الاخصائيين تبع انه يكون لكل شخص عم يشتغل باختصاصه ومجاله
تعاونهم مع بعض بيصب بمصلحة المريض بالنهاية. ما بحاجة لكذا حكيم يكون عم بيعالج كل حدا المشكلة لحاله بالتنسيق مع بعضه. بالتنسيق ضروري هيدا الشيء أكيد. هذا الشيء بيصب المصلحة الأخيرة هي بمصلحة المريض. أوكي. إنه هو يأخذ أفضل نتيجة ممكنة من كل شخص من الاختصاص تبعه. وإذا بدنا نرجع لقصة الوقت يعني الوقت. قد بدها وقت تركيب كامل لكل شيء. تمام. هلا اغلب المرضى بيجوا ركب لي فينين. لا هن مو موجودين بالدرج يطلع صعبه. هي بتصير على مراحل. هلا اقل وقت ممكن يتساوى فيه اجى المريض لعندي معه الاكس راي، نحن على السريع اخذنا الانترا اورال سكان مع صور الفوتوغراف، خلص نحن مقررين فينير. هو كلهم القصص بيتاخذوا بجلسه واحده، بيروح المريض او بيكون معي هو بيكون حابب يطرح رايه بالديزاين اللي عم يصير. هاد كله بجلسة واحدة بصير. أنا هون بعدين بدرس التصميم لحالي وببعث للمخبر، المخبر بيكون حضر لي التعويض المؤقت اللي بده يركب. هون المريض بيجي على الجلسة الثانية كل أغراضه جاهزة مثل ما بيقولوا، أنا بحضر الأسنان باخذ السكان الثاني وبركب المؤقت وبفل المريض. بس يرجع المريض الزيارة الثالثة هي بتكون الإلصاق النهائي. يعني هي بترجع كمان لسرعة المختبر وقد صح هلا الوقت بيناتهم بحكمه هو العجقة بالمختبر والعجقة بالعيادة. أكيد. بس هي ثلاث زيارات مينيموم. ثلاث زيارات مينيموم. يعني مفروض تقريبا ثلاث اسابيع مينيموم يعني صح. حتى يكون ممكن اول بين اول زياره والثانيه ما يكون فيها الفرق الكبير، بس الزياره الثانيه اللي بدي بعد ما حضرت الاسنان بدي ابعث للمخبر هون بتكون مينيموم بدها اسبوع ل 10 ايام اكيد لحتى المختبر يكون صح. عم بحضر. هلا في حالات السفر وكذا هول يعني احنا بنتجاوز فيهم، بس انه هن يعني اللاين اللي بنمشي فيه بالعاده هو هيك. وما بياثر على المريض اذا نطر، يعني ما في مشكله بالنطره بين بيكون الجلسه والجلسه. بيكون هلا اول جلسه ما بيكون مدقور شيء من الاسنان، نحن بيكون كلها صور وفوتوغراف وديزاينات على الكمبيوتر، كل شغلنا بيكون ديجيتال هون. أوكي. الزياره الثانيه بيكون محضروا فيها الاسنان، هون انا واجب يكون محضر له تعويض مؤقت يكون بحيث هو ما يفل من العياده لبين ما يرجع لعندي لا يتاثر على حساسيه اسنانه، لانه انا بكون كاشف طبقه من المينا فصير الهواء بخليه يصير لمعه، فانا هون تعويض مؤقت واجبه يحمي لي طبقه المينا اللي انشات يعوض عنها ويحمي لي اللب السن، وبنفس الوقت يحافظ على ابتسامه المريض. هي ما بتكون ابتسامه نهائيه بس هي بتكون مثل على الاقل مثل ما كانت قبل ما يفوت لعندي على العياده. اوكي. هل في اطعمه محدده يمكن لازم يتجنبها الواحد وهو عم يعمل هيدا التقنيه؟ لا الفينير هو عكس التبييض. نحن في الحالات اللي بصير فيها الاسنان تكون طبيعيه نحن بنلجا بس للتبييض الليزر، هون نحن في اطعمه من بعده عنا. الفينير لونه ما بيتغير، الفينير بحافظ على لونه 100%، بس الفينير في مثلا حالات بنصير بنمنع المريض من اطعمه معينه مثل الساندويش مثلا، التقنيه اللي بياكل فيها الواحد ساندويش لما يعض القدمه تبعه بتكون ممكن تخلي يصير فك للفينير. مثل ما يكون واحد حاطط تقويم بيكون ممنوع عليه صح. يكدش او لازم يقصم اكله على طول صح. هلا الفينير بس مشكلته يكون انه ما يكون في اطعمه كثير قاسيه على المنطقه الاماميه، البزر، المكسرات، هدول لأن هي رقيقه كثير يعني في احتمال تنكسر يعني هي يعني اصعب من انها تنكسر هي انها تقبع بتفك عن السن. اوكي. بس هذا الشيء بيكون يعني بعد وقت كثير كبير وبيكون بيلعب فيه المواد اللي عم يستخدمها الطبيب تلزيق اللي عم يستعمل صح، وبيلعب فيها كمان انه عنايه المريض هي الاهم. هل في عمر معين يعني انت بتنصح انه الشخص يتخطى مثلا عمر 30 لحتى يبلش يفكر بتقنيه الفينير، او مثلا ما بتفرق حسب كيس السنان؟ هلا ال 100% قبل ال 18 ما فينا، لانه اي سواء كراون مثل ما كنا شايفين او فينير هو موضع السن بالعظم بيتغير لحد ال 18 سنه. هلا نحن الفينير ايمت بنلجأ له او لا؟ قلت لك هو احنا ان شاء الله يكون عمره المريض 60-70 طالما اسنانه صحيه ومحافظ على الصحه الفمويه عنده احنا ما لنا بحاجته. في مشكله تجميليه ندخل له. فهو قبل ال 18 ما فينا، وبعد ال 18 ايمت ما بيحددوا غير المشكله الموجوده عند المريض. هلا الشخص اللي بيكون ركب الفينير هل السكريات هول بياثروا عليه يعني لما ياخذهم على وقت طويل؟ هلا هي السكريات بتاثر بكذا ناحيه غير على الفينير. على الفينير هو بالنهايه ماده صناعيه ما بتتاثر بالسكريات، بس نحن بدنا نشوف حواف الفينير، بدنا نشوف المشكله المسافه اللي صار موجوده بين هي ما بتبين بالعين المجرده اكيد، بس هي بين الفينير والسن نحن قديش محافظين عليها، قديش قادرين نختمها بالعياده وبالمخبر. هون بيجي نكون على يعني تاديه هي المهمه بتكون على الطبيب وعلى المخبر سوا. اوكي. بس هو الاهم من هذا من موضوع السكريات، نحن المريض عندنا بس يجي يركب فينير او كراون او حتى امبلانت زرع اي شيء بيقول لك انه خلص ركبت هي راحت معي ابدي. لا هي بتطلب منه يصير جهد مضاعف
تفريش بالتنظيف والمحافظة على الصحة الفموية، لأنه أنت هون مدخل شيء غريب على أسنانك، بده يحافظوا عليهم عنا، بدك تحافظ عليهم يعني. وبدك تحافظ على أسنانك أنه ما تطور، يعني تكون فينير، تصير كراون، نصير إمبلانت، نصير أبع. فلا، فإحنا هلا أنا بحس ما في شيء أحسن من السنين الطبيعية عن جد. 100%. يعني الواحد قد ما قادر يكون عم يحافظ على أسنانه ويتجنب يكون عم يفوت قصص جديدة على تمه، بيكون صح أحسن شيء. في لما كنا بالدراسة كان في جملة قلنا إياها الدكتور البروفيسور تبعنا، أنه اول مشكله بتصير عند المريض لما ايد الدكتور تفوت على تمه، فانت انه بصير بيغير كل شيء. انه هون احنا قد ما فينا نحافظ انه احنا لا نترك الاسنان مثل ما هي، باقل معالجات ممكن نعملها كتبييض، كتقويم، كحشوات، هول كلهم امور مقدور عليها. طالما فتنا بانه عم نبرد اسنان، عم ناكل من الاسنان، بحالات مهمه اكيد امر مطلوب، بحالات انه في مشكله تجميليه اكيد نحن نقدر، بس طالما قدرنا نغطيها بغير طريقه ما عرفت لها. هلا لما الشخص يركب الفينير، هل المفروض عليه مثلا يعمل مثل ما نحن اشخاص طبيعيه بنعمل تشيك اب مثلا كل 6 شهور وهيك؟ هل الفينير كمان لازم يكون عم يعمل لها تشيك اب؟ بصير مطلب اهم من انه يكون ما عنده فينير، بصير كثير ضروري الفولو اب تبعهم، تابع الحاله، بحيث انه انا صار عندي اي مشكله اذا دخلت عليها قبل ما تكبر فهي حافظ عليها تكون صغيره. هذا الشيء بكل المجال، سواء في فينير او لا، نحن قد ما قدرنا نزور المريض كل 6 شهور حسب البروتوكول، فنحن اكيد قدرانين نحصل على، هي اوقات بدك طب اسنان معالجته غاليه، بس هي كل ما تاخر المريض هو اللي عم يزيد التكلفه على حاله، يعني ممكن تكون انت ب كليننج معين نحن نقدر نشيل مواد، سكيلينج، التقليح، البوليشينج، هدول الشغلات اذا عملناها كل 6 شهور نحن قدرانين نحافظ على اسنان المريض. ضلت المواضيع رح تتطور لنخور، نخور تطورنا ل لنحط حشوه، تاخر اكثر صرنا بالكراونات، تاخر اكثر صرنا بالقلع، تاخر اكثر صرنا نعمل زرع، فهي الموضوع انه كل ما تاخر المريض عم يزيد التكلفه على حاله، عم يزيد العناء على حاله، يعني اهم من التكلفه الماديه. اكيد، شو النصائح اللي انت بتحب توجهها لكل مريض هلا؟ هلا في النصائح، اول شيء لمريض الفينير اللي مثل ما عم نحكي الموضوع، انه هو تنظيف الاسنان بده يهتم فيه اكثر، يعني ما عاد فيه انه مثلا يتغاضى عن تفريش 3 مرات باليوم، احنا اوقات بنقول للمريض مينيموم 2 مرات، يعني قبل ما تنام، بعد اول وجبه، بس بالفينير لا، احنا بحاجه نحافظ كثير على النظافه، بحاجه ندخل الخيط بين السنه، نحن ننظف بين كل قطعه فينير واللي حدها، نحن بحاجه نعمل مره يعني كل اسبوع، نمرق بالشهر مثلا المضامض اللي هي كلوركسيدين تركيز 12%. بس الاهم من انه في كمان شغله بيغلطوا فيها المرضى، انه بفرش اسنانه دغري بيعمل مضامض، لا، نحن نحافظ على ساعه بين تفريش الاسنان والمضامد، لانه بالمضامد في مواد رح يستفاد منها الفم بشكل عام، احنا ما بنحكي بس اسنان، هو في اللسان، في باطن الخد، في كل هول المواضيع مهم كلهم يكونوا بصحه جيده حتى يحافظوا بالنهايه على السن. فبمعجون الاسنان انا عم اخذ مواد كيميائيه مفيده، وبالكلور وبالمضامد الكلوركسيدين كمان عم اخذ مواد مفيده، بس مع بعضهم في شيء بيضغي على شيء، فلا انا خلي ساعه بين كل وحده وحده. اوكي، يعني عن جد لما الواحد يركب فينير قد ايه صار عنده اهتمام اكثر باسنانه، لازم يكون عم يتبعه. بالنهايه ضريبه الجمال مثل ما بيقولوا. اكيد، يعني كل شيء بحقه هلا. صح. وانت برايك هلا كطبيب اسنان، شو النصيحه اللي بتوجهها لكل الاشخاص يلي هلا عندهم اسنانهم ويهتموا فيهم ما يهتموا فيهم، شو الطريقه الاحسن برايك؟ اهم شيء كل 6 شهور يعملوا تشيك اب. كل 6 شهور. بانوراما، صوره اكس راي يعني. ياخذوها يروحوا عند الدكتور، زيارة صغيرة، فنجان قهوة بعد الزيارة. هو أصعب شيء بالحياة الواحد يزور طبيب الأسنان، يعني أنا دكتور أسنان من هو صغير. دكتور أسنان من هو صغير الواحد لحد ما يكبر بضل عنده هم. هي المشكلة عندنا إياها هلا، بتلاقي برا صاروا من المدارس يبلشوا يمرقوا لهم للأولاد. إيه مظبوط. في بيكون في عيادة بالمدرسة، بس يفوتوا بيتعرفوا على الأدوات، يتعرفوا على الدكتور، يحبوه، يبنوا علاقة معه، إنه علاقة محبة، بحيث إنه لا تخاف من هالصوت، لا تخاف من هالشيء. لك لو قد ما هلا هو بضل الصوت الصوت يعني. اهم شيء مثل ما قلت لك بس التشيك اب ومع صوره اكس راي، لانه احنا دائما لما يجي المريض على يعمل تشيك اب بس بنعاني من مشكله، انا قدران افحص لك اسنانك، قدران افحص لك لسه الباطن، الخد، اللسان، اي شيء قدران اشوفه، بس انا ماني قدران اشوف لك تحت العظم شوفي، وهي مخبى تحت العظم اكثر من اللي مبين. احنا دائما بنقول للمريض الاكس راي معك واهلا وسهلا على الفحص السريري. حلو. دكتور حنان، عن جد المعلومات اللي قدمت لنا اياها جدا مفيده، وان شاء الله الاشخاص اللي كانوا عم يتابعونا يكونوا فعلا استفادوا ويجربوا قد ما فيهم، بنقول لهم يهتموا باسنانهم، لانه الصحه الفمويه مثل ما كنت عم بتقول
اساس وضروريه جدا، لان تنعكس على كل الجسم. نحن كمان انه المينيموم انه بناكل بالنهار 3 مرات، يعني بهول 3 مرات انه بس بدنا نكون عم ناكل، نكون عن جد عم نستخدم اسناننا كلهم، ما نكون عم نخسرهم كل صح. فتره، وكل ما نتقدم 100%. بالعمر نكون عن جد عم نواجه مشاكل. فاكيد نصيحتنا لكل المشاهدين يكونوا عم بيزوروا طبيب الاسنان تقريبا كل 6 اشهر لحتى يكونوا عم يعملوا تشيك اب كامل على اسنانهم، ويكونوا عم بحافظوا على الشيء اللي خلق معهم. هو مثل ما بقول اللي الله خلقه هو اهم من اي شيء احنا عم نقدر اليوم نقدم لهم اياه، اكيد فكل ما قدروا يحافظوا عليه اكثر رح يختمون اكثر، رح يكونوا مرتاحين بالحياه تبعهم اكثر. مزبوط، وهيك بيكون تكونوا عن جد عم تبتسموا بكل طبيعيه وبتكونوا عن جد مبسوطين من شو انتم معكم او حاصلين عليه. دكتور شكرا لك، ميرسي كثير لكم لقناه سبورو. شكرا، اهلا وسهلا فيك كمان، نورت القناه تبعنا. مشاهدينا بريك علينا صغير وبنرجع نكفي معكم.